أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل. الطفولة أيضا هي في صلب اهتمام فرق الأحداث التابعة للدرك الوطنية، التي هي عين ساهرة على البراءة في دور وقائي تحسيسي لتفادي أي خطر معنوي أو مادي محدق بهم. للمزيد من التفاصيل أسعد باستقبال الرائد بلال زواوي ممثل بقيادة الدرك الوطني. سيادة الرائد صباح الخير، شكرا لك على قبول الدعوة. صباح الخير، ونحن بدوري باسم قيادة الدرك الوطني نشكركم على توجيه الدعوة، ونحيي أطفالنا بهذه المناسبة السعيدة، ونقول لهم عيدكم سعيد إن شاء الله. شكرا لك سيادة الرائد. أطفالنا يعانون من الكثير من الآفات، من الكثير من الأخطار المحدقة بهم، تجعلهم جانحين أو ضحايا. ما هو دور فرق الدرك الوطني للسعي في الحفاظ على حياتهم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة نقولها باللي أنه الأطفال من حقهم أول حاجة يعيشوا في أمن وأمان، لأن الأمن والأمان هو اللي يضمن للأطفال بقية الحقوق. حتى يتمتع الأطفال بجميع الحقوق لازم يعيشوا أولا، لازم يكون هناك أمن وأمان. وفي هذا الإطار نقول باللي كل وحدات الجيش الوطني الشعبي بما في ذلك الدرك الوطني مجهزة من أجل ضمان أمن وسكينة واستقرار البلاد، ومن أجل المحافظة على فئة الأطفال. بطبيعة الحال الدرك الوطني عبارة عن مؤسسة مهمة هي حماية الأشخاص والممتلكات. حماية الأطفال هي من المهام الأساسية لوحدات الدرك الوطني، واللي تمارسها وحدة الدرك الوطني منذ النشأة هذه المؤسسة الأمنية. في هذا الإطار ومن أجل هذا المهم ونظرا لأهمية هذه الفئة، قيادة الدرك الوطني أحدثت وحدة متخصصة لضمان التكفل الأمني اللازم بالأطفال تاعنا وبأبنائنا، ومن أجل ضمان نشاط نوعي لهذه الفئة ومحاربة مختلف أشكال العنف الموجه لهذه الفئة. من أجل ذلك تم إنشاء وحدات ولا فرق حماية الأحداث للدرك الوطني متخصصة في مجال حماية الأطفال. هذه الوحدات تمشي ولا تعمل على حساب الاستراتيجية اللي سطرتها الدولة في هذا الإطار على جانبين، جانب الوقائي وجانب الردعي. كي نحكيو هنا على الجانب الوقائي، لأنه احنا الهدف تاعنا الأساسي هو المحافظة على هذه الفئة المهمة. كي نحكيو على الجانب الردعي نحكيو بالدرجة الأولى على محاربة مختلف أشكال العنف الموجه ضد هذه الفئة، لأنه احنا ديما نقولوا حتى وأن الطفل يكون جانح فهو يعتبر ضحية أسباب محيطة به، سواء تعلق الأمر بالأسرة أو المجتمع ولا تقصير من بعض الجوانب لتؤدي به إلى الجنوح. احنا الطفل الجانح ولو أننا نقوم باتخاذ مختلف إجراءات نحاول دائما نحافظ عليه، كما أن قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل وعليه على أساسه أنشأت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، خدا كل هذه الاعتبارات سواء تعلق الأمر بالنسبة للطفل الجانح ولا الطفل الضحية. قانون 15-12 بطبيعة الحال يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للطفل. احنا وحدات الدرك الوطني كما سبق وقلت تعمل في مجال استراتيجية اللي سطرتها الدولة في هذا الإطار من جانبين، جانب وقائي استباقي وجانب الردعي. الجانب الوقائي والاستباقي عندنا عمل على المستوى المركزي وعمل على مستوى المحادات. على المستوى المركزي من خلال التنسيق مع مختلف الهيئات والقطاعات الفاعلة في مجال حماية الطفولة من أجل إعداد مختلف القوانين الرامية لحماية الطفل، بالإضافة إلى العمل ضمن اللجنة الدائمة على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي ترأسها السيد المفوض الوطني لحماية الطفولة. نقوم بتسطير، حيث يقوم على مستوى هذه اللجنة تسطير مختلف البرامج وخطط العمل المتعلقة بالطفولة في الجزائر. جيد سيادة الرائد، هذه فرق الأحداث لديها خلايا تعمل يعني في هذا الإطار، ما هي مجالات التدخل؟ أنتم تقومون بدوريات مختلفة إلى مختلف الأماكن التي يرتادها الأطفال،
أين تعملون بالضبط؟ باش هنا باش نكون نوضحوا برك للمستمع المشاهد الكريم، حنا كي نحكيو على فرق حامل الحترك الوطني، اول تجربه تاعنا كما قلتي كانت هي عباره عن خلايا. اول خلايا تم انشاء على مستوى الجزائر وهرن قسنطينه في سنه 2005. بعد نجاح هذه التجربه تم تحوير هذه الخلايا الى فرق حمايه الاحداث الدرك الوطني متواجده عبر ولايه الوطن. الهدف تاعها هي كما قلت تحمل في مجال حمايه الطفل من جانبين، جانب وقائي وجانب رضعي، القيام بمختلف التحقيقات ليكون احدى اطرافها او كلتا طرفيها طفل اطفال بموجب قانون 15-12، بالاضافه الى القيام بدوريات وخدمات على مستوى على مختلف الاماكن التي يتردد عليها الاطفال، خاصه بالاماكن اللي ممكن تشكل خطر للاطفال واماكن الجنوح واللصوصيه والاجرام اللي يقدروا ولا يحاولوا يستغلوا خلالها العصابات الاجراميه الاطفال، بالاضافه الى القيام بالتنسيق مع اطياف المجتمع المدني المؤسسات التربويه من اجل القيام بمختلف الحملات التحسيسيه. نعم. ومحاربه مختلف الظواهر الاجتماعيه، والامر هذا يتم عن طريق مخططات موسميه مضبوطه على حسب الضروره اللازمه. فمثلا هنا في خلال الامتحانات المدرسيه نقوم بعمليه تحسيسيه على مستوى المؤسسه التربويه مع الابناء ومع الاولياء، كذلك تكون هناك ظواهر في المجتمع خاصه بما يتعلق استهلاك الاقراص المهلوسه المخدرات، راح نقوم كذلك بحمل التحسيس في هذا المجال، بالاضافه الى ايصال الثقافه المروريه للابناء تاعنا. هذا على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر. هنا سمحي لي برك باش نقول لك باللي حنايا خلال انجاز التحقيقات القضائيه الدوله وضعت كل الاطر القانونيه من اجل حمايه الاطفال. احنا الاطفال الضحايا مختلف اشكال العنف خاصه اعتداءات الجنسيه. نعم. عندهم ظروف خاصه نسمعهم فيها، كما على بالك باللي الاطفال هذو ضحايا الاعتداءات الجنسيه راهم راح يكونوا في صدمه نفسيه هم الاولياء تاعهم. حنايا ماناش راحين مباشره نقوموا بالاجراءات التحقيق مع الاطفال هذو مع الاولياء تاعهم، نحاولوا نخرجوهم من الصدمه النفسيه والاطر النفسي اللي وقع في نفوسهم من خلال ضمان التكفل النفسي. حنا كنا افراد في هذا الاطار بالتنسيق مع مختلف الفاعلين على غرار دورة تكوينية مع الهيئة الوطنية لحماية الترقية والطفولة، التكوين على مستوى هيكل التكوين تبع الدرك الوطني، وتكوين لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مجال وسيط وساطة الاجتماعية. عندنا أفراد متكفلين متكونين من أجل ضمان التكفل النفسي وسامع واستقبال هذه الفئات الحساسة. بعدين بعد ضمان التكفل النفسي وتقديم التكفل الصحي اللازم نقوم معهم بإجراءات التحقيق من أجل معرفة المتورطين. كما سبق قلت لك كذلك وظفنا العنصر النسوي لانه كما على بالك بتكون هناك فتيات يكون صحيح. التعامل مع النساء أسهل. احسن من التعامل مع دركيين الرجال. في المجمل قيادة الدرك الوطني وضعت كل السبل المناسبة واللازمة من أجل ضمان التكفل الأمني وحتى التكفل النفسي لهذه الفئة. كما على بالك باللي احنا المواطن كي يكون عنده مشكل للأولياء أول وحدة هي تقرب لها هي الدرك الوطني ولا المصالح الأمنية. احنا نقوم نوجهه المصالح ضمان اجتماعي ولا المصالح الصحية ونوريه له المصلحة اللازمة بتكفل الأطفال تاعو. كي نقول هنا على فرق حماية الأحداث للدرك الوطني مانيش أنا راح نطالب، حنا فرق حماية الدرك الوطني عليه تم إنشاء من أجل تقديم نشاط نوعي في مجال حماية الطفل، بس حنا ما راحش نقول الأولياء خاصة كما على بالكم باللي وحدة الدرك الوطني تعمل في المناطق الريفية والشبه حضارية، ما راحش نقول الأولياء أن تنقل من 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 من, من مناطق بعيدة إلى الولاية من أجل تقدم الشكوى تاعك. عندك أي مشكل راك راح تقدم لأي فرقة إقليمية، كل الفرق الإقليمية للدرك الوطني مهيئة ومجهزة والأفراد تاعها مكونين من أجل استقبال هذه الفئة وتقديم التكفل الأمثل بإذن الله. نعم. لهذه الفئة، وحتى تكون هناك بعض الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية راحين يقوموا بها فرق حماية الأحداث الدرك الوطني، وجهزنا غرف سماع مجهزة لاستقبال هذه
هذا النوع من أبنائنا بإذن الله. المشاكل. سيادة الرائد، يعني أكدت على التكوين عالي المستوى في مجال الوساطة الاجتماعية، اجتماعيا نفسيا مع هؤلاء الأطفال. يعني من خلال ذلك وقفتم على الأسباب الحقيقية وراء جنوح الأطفال. بالنسبة كي نحكي على جنوح الأطفال، كما قلت لك حنا الطفل دائما يبقى هو ظاهرة ضحية محيط ولا الظروف المحيطة به ممكن تأدي به الجنوح، لأن الطفل كيعود صغير ما يعرفش، ممكن ما يلقاش توجيه، ممكن كذا. وحنا كيما على بالك ولو أن الطفل تكون عنده براءة، إلا أنه وعاين نحن الأمر هذا مع أطفال صغار 10 سنين 11 سنين وقعوا في إدمان. حنا كاين بعض العصابات، بعض الإجراميات تحاول تستغل البراءة تاع الأطفال هذه باش تورطهم في مختلف أشكال الجريمة باش تحقق الأغراض الدنيئة تاعها، لأن كيما على بالك هما على بالهم باللي هذه الفئة هي أسهل فئة من أجل تحقيق الأغراض الدنيئة تاعهم. على حنا ديما في الأعمال التحسيسية تاعنا نوجهوا النشاط تاعنا مع الأولياء باش، لأنهم باش نحسوهم ونقولوا باللي أبناء تاعكم راهم مستهدفين، ولو أنه هذا بعدين راح نحكيو على ممكن قدموا نصائح الأولياء في هذا الإطار. كما قلت زميلتي، نعطيك بعض الإحصائيات نعم المتعلقة بمختلف الجرائم اللي عاينتها وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2021. احنا من خلال هذه الإحصائيات راح ممكن نديروا نسلط الضوء ولا نشوفوا على ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر، ونعرفوا أهم الولايات اللي تعرف جنوح الأحداث. بالنسبة للأطفال الضحايا، عاينت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2021 5682 قضية، كان ضحيتها 7256 طفل، منهم 2292 فتاة. أي بمعدل كل يوم عندنا 20 طفل ضحية بمعدل كل يوم، وهذا في الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني. نعم. مسجلة ارتفاع قدره 11% مقارنة بسنة 2020، أين تم تسجيل 5113 قضية في سنة 2020. أهم الولايات اللي عرفت أشكال العنف وممارسة ضد الأطفال، عندنا الجزائر العاصمة في بالدرجة الأولى ب 777 طفل ضحية، الصطيف 369، وهران 357، تاليها تيبازا ثم البوليدة ثم الشلف مستغانم وبومرداس. هذو التسع ولايات تم تسجيل بهم 40% من مجموع أطفال الضحايا، 40% من مجموع أطفال الضحايا تم تسجيلهم على مستوى هذه التسع ولايات. أهم أشكال العنف الممارسة ضد الأطفال، عندنا 70% من الأطفال بمعدل 5131 طفل كانوا ضحايا الجرائم التالية: الاعتداءات على الأطفال، الضرب والجرح العمدي 3069 طفل، عندنا سرقة الممتلكات 672، الفعل المخل بالحياة 604، تحرض الأطفال على أعمال جنسية 440، إهمال في حالة الأطفال تحت الرعاية 116، القتل خطأ 94، التحرش الجنسي 77، الهجرة غير الشرعية 65، القتل العمدي 27. بالنسبة للأطفال الجانحين وللمتورطين في مختلف القضايا الإجرامية، عاينت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2021 7858 قضية تورط فيها أطفال، تورط فيها 12383 طفل، منهم 437 فتاة، أي بمعدل 35 طفل متورط في اليوم في الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني، مسجلة انخفاض مقارنة بسنة 2020 ب 4%. أهم الولايات اللي عرفت الأولى اللي شهدت جنوح في الأطفال، عندك سكيكدا بالدرجة الأولى ب 2068، المسيلة 1209، سوق هراس 969، سطيف 430، تاليها تبسه، الجلفه، غليزان، بومرداس، اي بمعدل 50% من مجموع الاطفال الجانحين. كي نحكيو هنا على الارقام هذه ولا النسب هذه، مثلا كي نعرف كي نشوفوا ولايه سكيكده 1868، حنا كي نديروا دراسه للظاهره هذه على حتى ولايه سكيكده، نشوفوا نعم باللي ولايه سكيكده مثلا شهدت مؤخرا عمليه ترحيل، ولا عرفت عمليه ترحيل وانشاء سكنات خاصه سكن اجتماعي الايجاري، هذا على مستوى الولايه شهدت اكبر عمليه ترحيل خلال السنوات الاخيره. هذه المخطط العمراني لهذه المنشات السكنيه ما كانش يدرج ضمنها كما نقولوا وحدات الامن الوطني ولا الدرك الوطني في المخطط العمراني تاعهم، لهذا ممكن هذه الاحياء راهي تعرف نوع من الجنوح
نعم، غياب أمني مثلا ممكن ما بسبب. نقولوش بمعنى غياب الأمن، إلا أنه في انتظار تجهيز، هي واقعة داخل اختصاص إقليمي الأمن الوطني نعم، ولا الدرك الوطني، إلا أنه كاين بعض المنشآت السكنية مازال مازالها بعيدة شوية. ما جهزوهاش بوحدات للأمن الوطني. هذه الوحدات ممكن تعرف بعض التجارات ونشاط لبعض العصابات الإجرامية. في هذا الإطار بطبيعة الحال يتم التنسيق على المستوى المحلي مع الجماعات المحلية من أجل إنشاء وحدات أمنية على مستوى هذه المنشآت السكنية. بالنسبة لأهم الجرائم التي تورط فيها الأطفال، عندنا السرقة بالدرجة الأولى، تليها الاعتداءات، تهريب، تكوين جمعية أشرار، الحيازة أو استعمال غير الشرعي للمخدرات، الهجرة غير الشرعية إلى الخارج، تم تسجيل 271 طفل منهم 32 فتاة، الاعتداء على الممتلكات، الفعل المخل بالحياة، والقتل العمدي. بالنسبة كذلك، إذا ممكن تسمحي لي برك نكمل، تفضل. نعم بالنسبة طبعا. لنشاط فرق حماية الأحداث الدرك الوطني، نفذت خلال سنة 2021 24801 خدمة، بما في ذلك مختلف الدوريات على الأماكن التي يتردد على الأحداث، 4049 قضية، تم إدماج كذلك 725 طفل ضمن وسطه الأسري من خلال إجراء مقابلات مع الأولياء. عندنا 9880 دورية في مختلف الأماكن التي يتردد عليها الأحداث، بالإضافة إلى هذه مختلف النشاطات اللي نفذتها، بالإضافة إلى 4446 حملة ولا نشاط تحسيسي في المواصلات المدرسية على مختلف المخاطر اللي قد تمس الأطفال. سيادة رائد، ما هو مصير الجانحين من الأطفال؟ يعني كيف تتعاملون مع من تورط في السرقة، في الاعتداءات، في الهجرة غير الشرعية؟ احنا كما يقول لك بطبيعه الحال، العمل تاع الضبطيه القضائيه مع الاطفال الجانحين هو يتمثل في القيام بمختلف التحقيقات، اخطار السيد قاضي الاحداث على الجرائم اللي يقوم بها الاطفال. وهنا الامر حبيت نشيره بالان على تكلمت على القانون 15 12، القانون 15 12 راهو وضع كل الاطر والسبل من اجل المحافظه على هذه الفئه. حنا حتى الطفل حتى يكون جانح ماهوش راح كما نقولوا راح تكون مع اجراءات كما قانونية الاطفال صارمة مش البالغين، مقصر. نعم، الا في حالات الشاده اللي تعلقت خاصه بالاعمال الارهابيه، ولا الا انه في باقي الجرائم راهي تكون معامله خاصه، مش كما الطفل البالغ حتى في السماع، حتى في الوضع تحت النظر، عنده امور معامله خاصه واجراءات خاصه في التعامل مع الطفل. حنا لانه الهدف تاعنا هو نحاول نحافظ على الفئه هذه، نحاول نسترجعوها، لانه ما نحاولوش حنايا نكونوا كما نقولوا شخص درك الطفل كي يرتكب جريمه ولا خطا وهو صغير، ما نحاولوش حنا نورطوه ونزرعوا فين نكونوا منه مجرم ولا لا في المجتمع. الدوله تحاول تحافظ عليه، وحتى تم مؤسسة تنشئة كذلك على غرار مراكز التكوين المهني التابعين لوزارة التعليم والتكوين المهني، راه على مستوى مراكز إعادة التأهيل عندهم برنامج خاص. نعم، من أجل المحافظة على الفئات يحاولوا يكونوه باش بعدين بعد ما يكمل المدة تاعو يتم إدماجه في المجتمع، وما يبقاش كما نقولوا يحاول الاستغلال تاعو من طرف مختلف العصابات التي الإجرامية. ممكن أن تستغل الفرصة. طيب، هناك ظاهرة أخرى، الفرار مثلا من الأسر، من المدارس. عمليا سيادة الرائد، لما يجيكم تبليغ في مسألة مثل هذه، كيف تتصرفون؟ بالنسبة لعملية، ممكن هنا ممكن في بعض الأحيان يتم الترويج خاصة ظاهرة الاختطاف، ولا احنا في الجزائر ما عندناش ظاهرة اختطاف ولا تاع الأطفال. كما قلت أنت، هناك حالات فرار للأطفال خاصة في بعض الأوقات كما نقولوا حنايا في الفترة تاع الامتحانات المدرسية، ممكن بسبب الضغوط اللي يتعرضوا الأطفال من طرف الأولياء تاعهم والنتائج وكذا، الطفل اللي يخاف يخرج من الدار. كاين بعض ممكن تاني بعض الأطفال خاصة في الفئة العمرية 16 17 18 سنة بالنسبة للفتيات ولا اللي تخرج، ولا من بعد نحاول نرجعوها. حنا في حالة تبليغ على الاختطاف تاع الأطفال، عندنا مخطط خاص تقوم به وحدات الدرك الوطني من خلال نشر الابحاث على مع مختلف المصالح الامنيه على مستوى
مختلف السدود، نحاولوا حنايا نفرضوا الرقابه على الرقعه اللي من المحتمل يكون خرج فيها الطفل، نديروا طوق امني اول، طوق امني ثامن، باش الطفل ولا حتى يكون هنا احنا نديروا في عين الاعتبار باللي هناك عمليه اختطاف، نحاولوا نفرضوا الرقابه والطوق الامني على مجال اللي خرج فيه ولا اللي اختفى فيه الطفل. احنا الهدف تاعنا، ممكن في بعض الاحيان المواطنين يتسائلوا يقول لك وعلاه وحدة الامنيه والدرك الوطني مش يمارسوا، لا احنا العمل خاصه في الاختطاف احنا يقوم بسريه، لان عندنا امور استعلاميه واستباقيه نقوم بها، نحاول نحافظوا على السلامه تاع الطفل هذه، لانه باش ما نحسوش المختطفين ولا باللي هناك اجراءات ولا تتبع من اجل الايقاع بهم، لانه لو كان المجرم يسمع باللي وحدات الدرك الوطني ولا الوحدات الامنيه راه يتبع فيه ممكن يقوم بالتخلص من الطفل هذا. صحيح، حنا الامور تاعنا هذه تتم في سريه بالتنسيق مع الافراد تاعنا العاملين في الميدان. هنا زميلتي لو سمحتي لي برك، هنا حبيت نقدم هنايا نصيحه للاولياء فيما يتعلق بالتعامل ولا من اجل حمايه الاطفال. حبيت نقول انا باللي المسؤوليه الاولى والاخيره تاع المحافظة على السلامة تاع الأطفال، سواء تعلق الأمر بالسلامة الجسدية أو العقلية، هي تعود للأولياء بالدرجة الأولى، لأن الوقت اللي يقضيه الطفل مع الأولياء تاعو أكثر من اللي يقضيه مع أي شخص آخر، ولو أنه عنده ثاني وقت يقضيه في المدرسة. الأولياء لازم يوقعوا يحطوا الرقابة التامة على الأولياء تاعهم، ويحاولوا دائما يبلغوا على أي تصرف مشبوه يشوفوه الأبناء تاعهم، ما يقولش حنا حتى وأنك تشوف ابنك صغير تشوف عليه تصرف مريب ولا راهو يستهلك في أقراص مهلوسة ماهوش راح يدخل الحبس، ولا تخاف تقرب الوحدة الأمنية تشوف تصرف مشبوه عند الفتاة تاعك وعاينة أمور كما خبر بلغ، ما تخليش الأمر عندك، ما تخليش الأمور تتفاقم عندك، ما تخليش الوضع يتطور عندك. حتى الهواتف الذكية هذه ممكن تلاحظوا باللي فيه تقصير من طرف الأولياء كما نقولوا، حتى إهمال راهو يخلي الطفلة ولا الطفل تاعو في الغرفة تاعو وحده مع الهواتف الذكية هذه في حد جريمة في حق الطفل، لأنه على هناك عصابات تحاول تستغل الأطفال وتحاول تستهدفهم، وراهي مسخرة نفسها باش تستغل الأطفال. ممكن حنايا يحاولوا يورطوهم في مختلف الجرائم، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الأقراص المهلوسة، محاولة تمرير بعض الامور المشابهه لهذا الشيء. بالنسبه للفتيات ممكن طفله صغيره مسكينه مينار ما تعرفش يحاولوا يستغلوها يديو صور تاعها ولا بعد يولي يبتزوا فيها والطفله تخاف. الانسان لازم يراقب الامور تاعو، يراقب المشاكل الامر هذا، يراقب الهواتف. ما نقولكش انا قيد الحريه تاع الاطفال تاعك، الا انه لازم دائما يكونوا تحت الرقابه تاعك وتبلغ على اي تصرف مشبوه ولا سلوك مشبوه للاطفال تاعك، تتقرب لوحدات الدرك الوطني ولا لفرق حمايه لوحدات الدرك الوطني. احنا راح نوفروا لك ولا نقدموا لك التكفل اللازم، ولو انه ما يكونش عندنا تكفل على مستوى الفرقه راح نوجهوك القطاعات المختصه اللي ممكن تقدم لك التكفل اللازم. ضحايا هذا كما تفضلت سترة، ضحايا هذا الجريمه الالكترونيه على اختلاف اشكالها سواء بالنسبه للذكور او للاناث من القاصرات والقصر، ما مصيرهم وكيف يتم التعامل حتى على يعني من جانب تخفيف الآثار السلبية لما ترتب من هذه الجرائم؟ احنا بالنسبة للجرائم الإلكترونية كما قلتي ممكن مواطن ما يعرفوش، إلا أنه احنا عندنا عمل استباقي مع عندنا مصالح متخصصة في هذا الإطار في جرائم الإلكترونية على مستوى وحدة الدرك الوطني، راهي دوريا تقوم بمراقبة وتطلع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وعالجنا العديد من القضايا في هذا الإطار قبل ما توقع الجريمة ولا قبل ما يتم المساس بالسلامة على الأطفال تاعنا ودخلت الوحدات تاعنا وعالجت المشاكل. ورانا دوريا ويوميا نعالج جرائم إلكترونية، قذف، سب للأطفال، محاولة ابتزاز أطفال، محاولة استغلال الأطفال حتى جنسيا، ورانا ندخلوا وراو العمل تاعنا راه يتم استباقي ب 70، لأنه كما قلت لك حنا الهدف تاعنا هو العمل الوقائي باش نحافظوا على الفئتين، لأنه حنا كي توقع الجريمة راح تكون إجراءات روتينية اللي هي مهام تاع الدرك الوطني، قيام بالتحقيقات القضائية وسماع الأطراف وتقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية. حنا ماذا بينا ما نوصلوش لمرحلة تاع وقوع الجريمة، حنا نستبقوا الأمر ونعملوا هذيك، نهضر على جانب التحسيسي مع الأولياء وحتى مع المجتمع المدني اللي عنده عمل كبير خاصة في مجال الطفولة. احنا نحاولوا ديما المواطنين الأولياء يكونوا
كما نقول في اتصال دائم مع وحدات الدرك الوطني وفرق حماية الدرك الوطني من أجل في كل المجالات، سواء تعلق الأمر كما قلت لك بمختلف السلوكات المشبوهة أو حتى خاصة بالنسبة للأطياف المجتمع المدني، يحاولوا يملؤوا الفراغ تاع صحيح. الأبناء تاعنا خاصة في الفترة الصيفية وفترة العطل، ما نخليوش مجال للأطفال باش يكون عنده وقت فارغ، نشاطات ترفيهية، نشاطات رياضية، نشاطات تثقيفية، المهم احنا كما نقولوا نعمروا الوقت تاع الأبناء تاعنا باش ما نخليوش العصابات الإجرامية تحاول تحقق النوايا الدنيئة تاعها. وبعيدا عن العصابات الإجرامية سيادة الرائد، هناك حتى ضمن الألعاب الإلكترونية ما هو أيضا خطر يهدد حياة الأطفال، ألعاب مثل الحوت الأزرق وغيرها، ممكن الطفل بريء ما يعرفش أنه مراها أشياء أخطر. والله كما قلتي بالنسبة للألعاب هذه الإلكترونية، الإنسان كما يقولوا الأولياء يحاولوا يضبطوا التعامل تاع الأبناء تاعهم، لأنه هذه الألعاب الإلكترونية في حد ذاتها خاصة كما مؤخرا نشوفوا راهي الألعاب الإلكترونية اللي راهي على مستوى الهواتف الذكية والإنترنت راهي تمس حتى بالسلامة العقلية تاع صحيح. الأطفال، راهي تأثر عقليته وتخلي فيه تأثير نفسي. ممكن هناك بعض الألعاب اللي تروج للعنف، بعض الألعاب ممكن اللي تروج المختلف كما نقول التحريض على الأشكال الجنسية وعلى التحرير الجنسي. يحاولوا احنا كاين ناس راهي تحاول تمس السلامة العقلية تاع الأطفال، لأنه الطفل احنا كي تضربه في السلامة العقلية تاعه وهو صغير بطبيعة الحال راح يخرج لك سواء راح للعنف ولا يروح ل... ولا يكون حتى شخص انطوائي لا يتفاعل مع المجتمع بفعل الإدمان. وحتى وأنه احنا مش مختصين في الأمر هذا، الناس المختصين في مجال الصحة رانا نشوفوا باللي بعض الظواهر راهي انتشرت عند الأطفال، والمسؤولية كما قلت دائما توقع على عاتق الأطفال وعلاقة الآباء، والآباء عندهم مسؤولية جزائية في هذا الأمر، لأنه أنت تعرض الطفل تاعك للخطر راهو يعتبر تقصير في جريمة في حقه. ممارسة الأبوة، تقدر تفرض عليك حتى تلقى روحك أمام متابعات جزائية. سيادة الرائد، ونحن مقبلون على يعني امتحانات الإشهادية بكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، ما هو أيضا دور فرق حماية الأحداث في الدعم النفسي لهؤلاء؟ دور وحدات الدرك الوطني بصفة عامة وفرق حماية الدرك الوطني في هذا المجال هو مرافقة الأطفال خلال هذه الامتحانات المدرسية، نحاول نقص عليهم خاصة الضغط النفسي اللي راح يتعرضوا له خلال هذه الفترة، خاصة من قبل بعض الأولياء اللي يحاولوا يمارسوا ضغوط نفسية على الأبناء تاعهم. قولوا ما تمارس ضغط نفسي، على حاول تصاحب ابنك خلال هذه الفترة خلال هذه الامتحانات، ويعني ما عدم النجاح في العام الدراسي ماهوش فشل، ماهوش فشل في المشوار تاع الطفل، ولا والإنسان ما يحاولش يأثر على المعنويات تاع الأبناء تاعو. وش راح نقول للأولياء في هذا الإطار؟ احنا وحدات الدرك الوطني وفرق حماية الدرك الوطني راهي تضمن المرافقة الأمنية، نعم. والمرافقة مش حتى الأمنية، حتى المرافقة النفسية النفسية للأطفال خلال هذه الفترة. عندك أي انشغال، عندك أي تكفل تحاول نوفره لك، أروح تقدم أقرب فرقة للدرك الوطني وفرقة حماية الدرك الوطني، وإحنا بإذن الله تلقى الحلول المناسبة والناجعة عند أفراد الدرك الوطني. سيادة الرائد، حملات التحسيس والتوعية التي تقومون بها على مدار السنة وليس فقط خلال المناسبات سواء الدينية أو التربوية أو المواعيد الاجتماعية المختلفة التي يكون الأطفال يعني موجودون بكثافة فيها، ما هي الآليات وأدوات الحملات التحسيسية التي يعني تستخدمونها من أجل إيصال رسالة قوية وأيضا تنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني؟ بالنسبه للحملات التحسيسيه، احنا كما على بالك واحد الدرك الوطني ولا قياده الدرك الوطني عندها بروتوكول عمل مع وزاره التربيه الوطنيه، احنا رانا نعالجوا كما قلت لك كما سبق وهضرت الحملات التحسيسيه تكون تاعنا موجهه، تقدر تكون موسميه وسواء تعلق في خلال الاعياد خلال مختلف التظاهرات لتعرف حركه كثيفه خاصة للأطفال، نحاول نوجه الأولياء نوجه الأطفال باش تكون رقابة لتفادي أي
اخلالات تقدر تمس بالسلامه تاع الاطفال، كي تكون هناك ظواهر منتشره في المجتمع كما سبق وهضرت لك على غرار استهلاك الاقراص المهلوسه ولا المخدرات، راح نكون نديروا عمل مع الاطفال تاعنا على مستوى المدارس، على مستوى دور الرعايه، وعلى مستوى مختلف الاماكن التي يتواجد فيها الاطفال، نحاول نوعيهم، نحاول نقدم لهم التكفل اللازم من اجل تفادي توريط الاطفال تاعنا وقيادتهم للادمان ولا استدراجهم من الادمان واستغلالهم. احنا نحاول نسابقوا الامر هذا. كذلك تعود هناك امتحانات مدرسيه، تكون هناك مرافقه من طرف وحدات الدرك الوطني، يدخل حتى في الحملة التحسيسيه العمل الوقائي اللي يقوم به فرق حمايه الدرك الوطني من خلال القيام بمختلف الدوريات على مستوى مختلف الاماكن. وهناك ايضا رقم اخضر يعني موجود في حاله 1055 على مستوى الاماكن التي تتوج على الاحداث، لانه كما على بالك ممكن الاولياء ما على بالهم، مش حنا الطفل كيكون صغير ماهوش بالغ 13 سنه 14 سنه 12 سنه ويكون الطفل في مكان خطير كما على 11 تاع 10 تاع، واش راه يدير الطفل؟ المسؤوليه توقع على الاولياء. الاولياء عندهم مسؤوليه جزائيه هنايا، وكما قلتي كاين الرقم الاخضر 1055 ومرحبا بالمواطنين على مستوى وحدة الدرك الوطني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك سيادة الرائد بلال زواوي ممثل بقيادة الدرك الوطني على كرم الحضور على كل هذه الإرشادات القيمة. مشاهدينا الأفاضل إلى غرفة الأخبار وموجز بأهم الأخبار.